يسجل مهرجان التراث في الموصل ثاني حضور له في المدينة، حدث سنوي يهدف إلى تسليط الضوء على تراثها الثقافي الغني وتاريخها العريق. يتم تنظيم المهرجان عادة في أواخر شهر حزيران، ويشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تساهم في إحياء وترويج التراث الموصلي. اليوم الثالث، عوائلنا متحمسة، عوائلنا موجودة. هاي رسالة الكبيرة نريد نوصلها، أنه المدينة مدينة أمن، مدينة استقرار، مدينة أمان، مدينة حب وتعايش. أيضا هي رسالة كبيرة حتى نعرف العالم تراثنا وتراث الموصل شنو. صراحة الفقرات الموجودة والفعاليات اللي صارت كلها معنية بكل شيء يخص هذه المدينة، من تراث، من مهن، من تفاصيل كثيرة، من معالم. فبصراحة هذا عرس كبير احنا نشوفه، تعريف العالم بتراث وتاريخ مدينة الموصل بمشاركة دولية واسعة من عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وبمشاركة أيضا فرق شعبية ودولية من فلسطين وسوريا وتركيا. أيضا اليوم كانوا مشاركين معنا وبحضور جماهيري كبير، ومشاركة أكثر من 60 مهنة وأكثر من 150 ممثل ارتدوا الأزياء القديمة لمدينة الموصل. التوعية الثقافية وتعزيز الوعي بين السكان والزوار أحد أهدافه، إضافة إلى تنشيط السياحة وجذب السياح من داخل العراق وخارجه للاطلاع على تراث المدينة وعراقتها. كما اشتمل أيضا على ندوات ومحاضرات تعزز مكانة الإرث الثقافي. من خلال هذا المهرجان نقول للعالم أن المواطن الموصلي كان وما زال محتفظ ومتحفظ على تراثه وحضارته. شيء أكيد هو ما بس الفنانين موجودين في مدينة في محافظة نينوى ومدينة الموصل، أيضا سواح أجانب، سواح من مختلف الدول العربية. هذا الشيء بحد ذاته أنه يقول لك مدينة الموصل مدينة آمنة وزاخرة بالآثار والتراث والفن والثقافة. وشهد المهرجان حضورا مميزا وتفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، والذي تحدى درجات الحرارة الأربعينية بغية الاستمتاع بأجوائه والاستماع إلى التنزيلات الموصلية والأغاني الفلكلورية. اليوم مشاركتي هي ليلة موصلية، وراح يكون مع فرقة الفن الشعبية التراثية الموصلية الفلكلورية، نقدم من خلالها مجموعة كبيرة من الأغاني التراثية والفلكلورية بالإضافة إلى الرقصات اللي تختص بها مدينة الموصل، وبحضور طبعا جماهيري كبير من أهل الموصل مختلف انتماءاتهم وحضورهم. أمسية جميلة جدا، وراح نختم بها إن شاء الله مهرجان التراث اليوم الثالث. لبرنامج نسمة زاغروس، محمد طلال، الموصل.